السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل اختبار منتصف الفصل الثامن الدروس من الدرس الأول حتى الدرس الثالث السؤال الأول اكتب كل نسبة مما يأتي في صورة كسر اعتيادي أو عدد كسري في أبسط صورة واحد تسعة وثلاثون في المئة نكتبها في صورة كسر اعتيادي فنكتب تسعة وثلاثون على مئة هكذا ثمانية عشر في المئة تكتب ثمانية عشر على مئة هكذا ثم نقوم بتبسيطها بالقسمة على اثنين نقسم ثمانية عشر على اثنين تساوي تسعة ومئة على اثنين تساوي خمسون هكذا مئة وخمسة وسبعون في المئة فتكتب مئة وخمسة وسبعون على مئة هكذا ثم نقوم باختصارها او بتبسيطها فنقول بالقسمة على خمسة وعشرون فمائة خمسة وسبعون على خمسة وعشرون تساوي سبعة ومائة على خمسة وعشرون تساوي اربعة وسبعة على اربعة تساوي واحد وثلاثة على اربعة واحد وثلاثة على اربعة فنكتب هنا تساوي واحد وثلاثة على أربعة هكذا السؤال الرابع اختيار من متعدد ثمانية وأربعون في المئة من طلاب مدرسة يأتون إلى المدرسة سيرا على الأقدام ما الكسر الذي يمثل عدد الطلاب الذين لا يأتون سيرا على الأقدام إلى هذه المدرسة الذين يأتون سيرا على الأقدام هو هم ثمانية وأربعون على مئة طرح مئه على واحد فيكون الناتج هو اثنان وخمسون على مئه ثم نقسم على اربعه على اربعه اثنان وخمسون نقسمها على اربعه فيساوي ثلاثه عشر ومئه على اربعه تساوي خمسه وعشرون إذا الكسر الذي يمثلهم هو ثلاثة عشر على خمسة وعشرون أكتب كل كسر مما يأتي في صورة نسبة مئوية ثمانية على عشرون نكتبها في صورة نسبة مئوية فنقول ثمانية على عشرون نضرب في خمسة بالضرب في خمسة فتساوي ثمانية في خمسة تساوي أربعون وعشرون في خمسة تساوي مئة إذا ثمانية على عشرون تساوي أربعون في المئة هكذا حولنا هذا الكسر إلى نسبة مئوية واحد ونصف نحوله إلى نسبة مئوية فنقول هذا الواحد ونصف يساوي ثلاثة على اثنان ثلاثة على اثنان نقوم بالضرب في خمسين نضرب في خمسين فنقول يساوي ثلاثة في خمسين تساوي مئة وخمسون واثنين في خمسين تساوي مئة إذا النسبة المئوية هي مئة وخمسون في المئة. النسبة المئوية لهذا العدد الكسري هي مئة وخمسون في المئة. ثلاثة على مئة. هذا الكسر بسيط يساوي نحوله إلى نسبة مئوية فيصبح ثلاثة في المئة هكذا. السؤال الثامن: اكتب كل نسبة مئوية مما يأتي في صورة كسر عشري. ولدينا ثلاثة وسبعون. في المئة وهي تساوي على تساوي ثلاثة وسبعون على مئة هكذا. ثلاثة وسبعون في المئة تساوي ثلاثة وسبعون على مئة. مئة وخمسة وأربعون في المئة فهي تساوي مئة خمسة وأربعون على مئة. تساوي بالقسمة على خمسة نقسم البسط والمقام كلاهما على خمسة فيساوي تسعة وعشرون. على والمئة على خمسة تساوي عشرون اذا تسعة وعشرون على عشرون ثم نحولها الى كسر عشري اخر فتسعة وعشرون على عشرون تساوي واحد وتسعة على عشرون هكذا تسعة في المئة تساوي نحولها الى كسر عشري تساوي تسعة على مئة السؤال الحادي عشر حاسوب يحفظ مشعل خمسة وثمانين في المئة من أعماله على حاسوبه الشخصي أكتب هذه النسبة في صورة كسر عشري فنكتبها في صورة كسر عشري خمسة وثمانون في المئة أي خمسة وثمانون على مئة أي خمسة وثمانون من مئة هكذا كذلك يمكن كتابة الأعداد. ثلاثة وسبعون في المئة عبارة عن ثلاثة وسبعون من مئة وتسعة على مئة أيضا تساوي تسعة من مئة هكذا في صورة كسر عشري أكتب كل كسر من بأتي في صورة نسبة مئوية اثنان وعشرون من مئة نكتبها في صورة نسبة مئوية فتصبح اثنان وعشرون في المئة هكذا ستة وخمسة وسبعون من مئة نحولها إلى نسبة مئوية فتصبح ستمائة وخمسة وسبعون في المائة واحد من عشرة نحوله إلى نسبة مئوية فيساوي عشرة في المئة السؤال الخامس عشر مدرسة بلغت زيادة عدد الطلاب لهذا العام واحد واثنين من عشرة عن العام السابق. اكتب واحد وإثنين من عشرة في صورة نسبة مئوية. فالواحد وإثنين من عشرة الواحد بمئة والإثنين بعشرون فتصبح النسبة المئوية مئة وعشرون في المئة. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال السادس عشر اختيار من متعدد. قسمت كل دائرة أدناه. الى اجزاء متطابقه اي دائره تم تظليل 25% منها 25% اي ربعها فالدائره التي تم تظليل 25% هي الدائره ا لاننا اذا قمنا الى عد هذه الاجزاء 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمانيه اجزاء تم تظليل اثنين من ثمانيه وعند تبسيط هذا البسط بقسمته على عند تبسيط هذا الكسر بقسمته على اثنان فيساوي واحد على أربعة أو ربع وهذا الربع يساوي خمسة وعشرون في المئة من الدائرة يبين الجدول المجاور أصناف بعض الملابس وعددها في خزانة ملابس أوجد احتمال اختيار كل مما يأتي احتمال الجوارب احتمال الجوارب الجوارب عددها سبعة والعدد الكلي هو عشرون عدد هذه الاصناف هو عشرون صنف. فعدد هذه الاصناف عشرون صنفا فاذا احتمال الجوارب يساوي سبعه على عشرون او سبعه من عشرون. هكذا. احتمال ثوب او غطره الثوب سته والغطره ثلاثه. فاحتمال الثوب او الغطره سته وثلاثه تسعه فالاحتمال تسعه من عشرون. احتمال أن يكون ليس شماخًا أو شماغًا، هذا الاحتمال يساوي ستة عشر من عشرون، وهذه الستة عشر هي مجموع الغترة والجوارب والثوب، مجموعهم ستة عشر، فاحتمال أن يكون ليس شماغًا هو ستة عشر من عشرون، ثم نقوم بتبسيط هذا الكسر فنقول يساوي بالقسمة. على أربعة ستة على أربعة تساوي أربعة وعشرون على أربعة تساوي خمسة فأربعة على خمسة احتمال ليس جورب أو غترة احتمال ليس جورب أو غترة فإذا لدينا الثوب والشماغ وهما مجموعهما عشرة إذا احتمال ليس جورب أو غترة يعني احتمال أن يكون ثوب أو شماغ وهو احتمال عشرة من عشرون ونقوم بتبسيط هذا الكسر بالقسمة على عشرة عشرة على عشرة تساوي واحد وعشرون على عشرة تساوي اثنان السؤال واحد وعشرون الطقس إذا كانت احتمالية هطول الأمطار في أحد الأيام ستون في المئة أكتب احتمالية عدم هطول الأمطار لهذا اليوم في صورة نسبة مئوية وكسر اعتيادي وكسر عشر إذا احتمال هطول الأمطار ستون بالمئة ونريد احتمالية عدم هطول الأمطار فتبقى من ال100% 40% اذا الاحتمال الاحتمال هنا 40% احتمال عدم هطول امطار هو 40% يساوي 40% نكتب هذه ال40 في صوره نسبه مئويه ثم نكتبها في صوره كسر اعتيادي 40 على 100 ونقوم بتبسيطها ايضا ف40 على 100 بالقسمه بالقسمه على 4 تساوي 10 على 25 اذا كتبناها في صوره كسر اعتيادي وكسر عشري ثم نكتبها في صوره كسر عشري فهي تمثل 40 من 100 هكذا 40 من مئة وهذا صفر وهذه علامة عشرية أربعون من مئة هكذا أعزائي نكون قد أنهينا اختبار منتصف الفصل ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع فضاء العين لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته